عبد السمد أرديجي أسكرني ماذا كوقفي في بلسة وقدم بنتي تالكي سو نقضي إن دين عاوز له سيدان لوغ غرب قالو انتان أركي قف قرح كنا وعم واقف كيرونتي إيو أرجع حبنا بس كحد يسمى مقتل لكن ماذا يسوي حمودا قف كأركين آد وقلنا حيرونتي سفريش تاس كلب ها إيش أقول لهم يا هاي هاي إذن باقرت إذن كه بوليس ميليتري إماسك إذن كه إماسك عبد ها إذن كه إمارات كعربت وغاداي سيفي عن مركا حجاز سيدان كل نقطة حنا حردة لا حردنا نعم لما أودي ميل مكي كري هذا ميل جاي كرم الأحلقين وحي يقو عاوز سمنا عبد السمد محمد والله باتنجر سنت كي لبضو كن كوبي اللي باتن كي لما يدوك سيغا ساري انتي او وحبرانا ينيدي سكوما اي سنجرين انو جامعات غالو مركا او اسكول كرم ايو اي وحا كو ايني جعيلكا او او قابو أسكري نمدا يأينو توتحرتو كدمنا ودل كيسا إيداد كيسا الدفاعو هملا داسي وحا إسا هكو دعضي إسكو دايجي سيكو باد إيه توبارك عيدان نمدا كدماركي او إسكو قرحيي قوبتي او كو توبران إيه إساق إيادان ليراكالي قف نفتيس هالليغا حيردان ننع إيه مدينة قرحي او قدن بيه إيه كردح دعاي أيو عبد السمد سيدان كون نغضي فرطون عمر محمود وحبررت عبد السمد سوكر ستاي ما دام أي هويدي سلمتي إساقو عن عقلي بالهين وحي إيضا المدع عشان لأكاشي كينيسا سيدا أويل كيدا أغفر حسانا مهند دا عيدان نمدا مركي أقراني يي إيا سيدا مركي أولاو عمي لودا يعي عبد السمد هبرير تيسان أهاي أرضيو أهاي سكولو لمي دوكسي سرو لمي وحبرشو نقدي دي كستو أسكرتو أوجعلاي ويما وحبرتي دا إرمو يويرو يا أسكريان قنايا سيداس درتيدو نعنعي او غالاي نعنعي هادو غالاينا وا اون لوغو دح قرحيي قرحا كا اغدعاي ويركي وادان وعايي ديك فيرا لا كيناي قلينا لوغو سمييه تيتوركي هبينكي اس ارغنا و هو يير ويركادا منولانايو مامو هالوشا ادكايسو مديخيس جو خوغنا كو دحداي ماركا ااد اوغا ديريي وخياو بدرو انت كشيغي كرنا جيرتو وخاواي ماركا ااد اوغا ديريي marka waxaan dhaa nafsada ilaaha haayo qof walba maalin bay leedahay qof walba maalin ay dhimanaysa adiga dadaalkaadi uu yaraane 18 maalmood ACU uu ku jiray waa laga soo biya 45 cisho aan ku jirnay digfeer lacag warqad ku qoranayno keenay waxay dhahayaan lacagtan bixiya waxaan dhahna anaka ninka niima keenay xira ciidan uu ku dhaawacay xira ciidan uu ku jiray ciidanka keenay u doonta hooyo fortun ayaa muddo ka daba wareegaysay dawladda iyo madaxda ciidanka say uga taakulayaan dhaawac halista ah ee Cabdi Samad balse wali ma aysan arkin cid ay ka heshay garab istaag iyo xitaa hadal naxariis leh waxay markan go'aansatay in shacabka Soomaaliyeed cabashadeeda u soo bandhigto social media geenina Israa'iil ka hada danta iyo daruufta waxay noqotay in ummada Islaamka oo muxsiniinta ah aan tole aan u dhaxdhigo maxay yeelay ma awoodi meel ma geey kari هذا ميل جاي كرم الأحلقين ولدي قول دعوة عمي مخوة عاوز وحي يقو عاوز مانا إذا مضا إمارات قرنا يعني وملتريق وأخاي سيدي نمبنين اللي يقول إمان انت وقول دعوة عمي ويلي الوحيدين إذا كلا كانوا كو مشارية سيدي أنا بيساقا عمسانا مانين لوي طوعي بشان كودي إذا وعي ويلا الياري يروت طليا الوحيدين مقاما أناك وحبك مقالنو niki weynay oo kor naga wada heystay oo xasilinta kor ka heystay aa wac lambarkiisa la isii waawaa waxaan dhaa walaalo cunugaasa jiro Cabdi Samad ali yiraahda meeshaas uu ku dhaawacmay xir ciidan uu ku dhaawacmay waxa dhacay cunuga xaq manay ugu lahan miya mushaar manay ugu lahan miya suu wuxuu yiri ma marur ma ku sheega ama sabeen runa ii sheegaysa wiirka mo Uganda ka imaado dha mayanda Uganda ka ma imaanna iri soo baxayo
guutadii lixaad oo la qaaday oo ku jira qarxaas aan qabsaday waxba isdaalin inuu dhahay ninkaas oo soo bakaar ku dhaawacmay amal ee la meelta askar badan ayaa marka ay dhaawacmaan lagu dayacay qoysaskooda kuwaas oo marar badan ka soo hormuuqday shaashadaha TV-yada maxamed soo feysana shabeelle TV muqdisho